السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عاوتاني فيديو جديد، اليوم ان شاء الله التالت من رمضان. كنتمنى تكونوا دوزتوه بخير وعلى خير. انا اليوم ما عنديش شي حاجه زعما نديرها للفطور، دابا باش كنهضر معكم في 6 العشيه هادي. يلا دخلت غير شويه هادي، كان عندي اليوم خدمه كثيره، جاب الله كاين عندي الفطور، يعني داكشي ديال البارح هو اللي غادي ندير اليوم ان شاء الله. شاط ما صراحة ما كلاوش ليا، غنعاود نسخنو، ما كنبغيش نضيع الحاجة إلا شاطت ما كنرميهاش. أصلا كنحاول ندير القياس اللي يتكال ليا بنهارو، ولكن بحال هكا إلا شاطت ليا شي حاجة كنخليها لغد لي. سواء مثلا داك الدجاج زعما لو كان كلاو لاصوص ديالو والحشوة، كنت غنشد هداك الدجاج اللي بقى غادي نفرتو نعمر به شي حاجة، ولكن ملي بقات معاه لاصوص وهذا دابا غنجمعوه لاصوص في الكاملة غندوز نسخنو. الحريره كاينه عندي غادي نسخنها، عندي هذا الحاله ديال الاوريو هو نيت مازال غنحط واحد خصوصه في التكال اليوم 3 ايام دونك خصو يسالي. وعندي شي حليوه جبتهم معايا من الخدمه، كيف ما كتعرفوا ديجا الناس بليتو ادوين الناس القدام اللي عارفين هذه القضيه، عندنا في السونتر كيديروا لا برونش ديال لاباتيسري ولا كويزين، وهكا كيديروا بزاف د الحويجات. انني ان شاء الله باذن الله عاد تكون عندي واحد العرضه في هذا الويكاند، وخديت من عندهم شحال من حاجه ونوريكم نيتا شنو خديت بالمناسبه. ما حتي حطاهم حدايا، خديت هنايا هاد لي ميني برجر، عرفتي لنا تيجوز بيونين. ها انتم راه تنضغط كتشوفوا كاين في الشكشي رطيت بيض، هاد غادي نعمرهم من كل العرضه. خديت هنايا بيتزات مهم موين، ماشي ميني ماشي كبار. خديت لي كيش، غنحاول هاد لي فون ديال لي طاخ، لي فون ديال كلشي باش نوريكم. خديت لي فون ديال لي كيش و لي فون ديال لي طاخ، المهم خديت كونتيتي ديال كل حاجة. و خديت لي كورني، كورني دو طاخ فيليتي، هما البنات كيجيو زويونين ورقاق، ما تيجيوش معجنين، ما تيجيوش زعما غلاط، كتبان لك الدوره ديال الكورني غليطه. مي هادشي اللي خديت باش غير نخفف عليا شويه الخدمه على حسب الويكاند. قلت لكم ما عنديش دابا شي حاجه نديرها ابار عندي الحوت هنايا غادي نغسلو، نحيد عليا غير الوينه اللي عندي، عندي شي تقضيه وهذا غنحاول نرد كل حاجه بلاصتها. ونيت يلاه قدامي دابا ساعه نجبد لي بيت تسخن يتسخن، ونوجد الطبله ونوجد العصير. الحق العصير كي كنقول لكم ديما راجلي هو اللي كيديرو، دونك انا نطرف غير فين ياكلو عاد ديك الساعه نسالي هاد الروينه. صراحه بيني وبينكم ما قداش، ولكن كنقول اللهم نحيد عليا الخدمه اللي حيدت عليا دابا مزيان، وانا نخلي الروينه حتى تعرم عليا حتى هي غدا، ما نعرف منين نبدا. حتى السبت العرضه عندي ان شاء الله نهار الحد، حتى السبت نحاول نحيد نوجد شحال من حاجه بحال الحشوات بحال هذا، باش يبقى ليا ان شاء الله نهار الحد غير نعمر. المهم الا كتب وطول الله العمر راه غنحاول نبارطاجي معكم كلشي. وها هي الطبيله البنات كيف ما شفتوا، هادشي كلشي اللي شايط. وهنايا علاش بارطاجيتها معكم البنات، وحتى الماء اللي استعملت اكسبري داكشي اللي موجود والثمن ديالو رخيص بزاف. المهم لي شوسون اللي جبت حلوين هما هادو، هادشي اللي بقى لي من الاوريو الدجاجه البارح هي كيف ما شفتوها. المهم هانتوما نوريكم حاجه بحاجه. بالنسبه لهاد البونبونيغ هادو راه موجودين في مرجان ديالي 9 دراهم، وهادي كذلك خديتها في مرجان شي 10 ولا 11 درهم. هادي حتى هي في مرجان ما بين 7 و 9 درهم باش كنت خديتها. البلا اللي فيه الدجاجه حتى هو ديال مرجان داير شي يمكن شي 10 دراهم. هاد البول هادي كنت خديتها ب 13 درهم عند صحاب المعان. هذا اللي فيه الديسير كذلك كنت خديته في اسواق السلام شي 18 درهم. الكيسان كنت خديت الباكيه ب 50 درهم فيها 6. داك البول اللي فيه الحريره كنت خديته حتى هو شي 8 دراهم عند مول المعان. المهم هذوك المعان كلهم البنات موجودين عند صحاب 5 دراهم و 13 درهم. كيبقى راه الطبله الا شفتوا الا ردتوا البر هذاك شي بسيط، ولكن غير كتحاولوا تيولوا المعنات اللي عندكم غير المعنات اللي بثمن مناسب وبسيط،
وكتبان الطبلة اللي شفتوها تقولوا راه شي حاجة، هي ما فيهاش شي حاجة غير الطريقة باش تحطت فقط. يعني بقاو تلعبوا على المعينات وتبدلوا المعينات، حتى نتوما راه العين كتاكل قبل الكرش، راه ما بقاتش في اشنو حاطة ولكن بقات كيفاش حاطة. المهم من بعد الفطور، من بعد ما جمعت الكوزينة وساليت، جيت هنايا هاد لي بونبونيير غسلتهم، هما نورمالمون ما كنغسلهمش ديما مع ديال العود، فين ما استعملتهم غير كنمسحهم هكا، ولكن بانوا ليا بغاو خصهم الغسيل. وسورتو اليوم كانت عندي اكلان دي كوموندير، جابت ليا الطبلة ديال لي كانابي، هي اللي كانت بقات ليا، ان شاء الله دابا نمشي نمسحها ونقدر اليوم الا بقات لي الوقت ندير لكم دويرة خفيفة هكا في الصالون، واخا مازال ما كملتش باقي ليا الديكورات. صافي هنايا كندوز كنغسل ليفي، حيت عندي كي قلت لكم الحوت خصني نغسله ضروري على حسب العراضة. عندي الكروفيت وصيتو باش يجيبوا لي نقي، انا الحوت كامل دائما تنقولها لكم كناخده عند ايموران فيش، عندهم باش في الانستغرام. الحوت ديالهم غزال صراحة، يكون ديال نهارو كي دوك الصيادة اللي كي يصيدوا الحوت كي كيخرجوه بالفلوكة، هو هذا يعني كتاخدو شي حاجة اللي طرية. خديت هنايا الكروفيت، خديت السيبيا على حسب كي قلت لكم العراضه. المهم راه ان شاء الله كي سبق وذكرت راه غنبارطاجي معكم كل شيء، حاولت كل شيء نغسلو نحيدو عليا، واخا راه صدقت عاوتاني وصيتو باش يزيد ليا الحوت، حيت هنا الحوت الابيض كنت لقيت غير اصيغه، وانا باغي ندير لا سوب. صافي قال لي راه كاين واحد النوع ديال لا سوب، صراحه نسيت سميتو، ما عنديش مع الحوت ما كنعقلش على السميات ديالو. قال لي هذاك النوع كيجي زوين في سوا في البساطل سوا في لا سوب، فيه الهبره تيجي تبارك الله زوين. صافي هذا دابا غادي نجمعو ان شاء الله، غادي نديرو في الكونجيلاتور، واخا انا ما تنبغيش الصراحه نغسل الحوت الا كنت غنكونجليه باش تبقى فيه ديك البنه، نخليه حتى شي نهار ونديرو هكا في الطويجين. وصيتو كي قلت لكم يزيد ليا الكروفيت والكالامار، وهنايا راه كان عندي كروفيت كري شديته دخلته للثلاجه، عزلت من واحد 12 حبه غادي نحتاجها، والاخر خليته في الكونجيلاتور. ملي ساليت من الكوزينه صافي غادي ندوز باش نجمع الصالون، نحيد نقص عليا الروينه. بديت غير من نص الدخلاني ديال الصالون، الصالون عفوا، لان الاخر كنجلسو فيه غادي يترون، دونك ما كاين لاش نضيع فيه لا فورس. حاولت هكا درت لي غير الميناج العادي اليومي. اول حاجه بديت فيها هنايا في الصالون الداخل، حيت المخاد حيت كانت دازت واحد العجاجه سمحوا لي خايبه في اكادير، ومن بعدها كنت دوزت لاسبيراتور هي من الفوق، ما كنتش حيت صراحه المخاد ونفطهم ودوزت لاسبيراتور للصدادر. المهم داكشي اللي درت، اول حاجه كي قلت لكم كنحيد المخاد، كندوز لاسبيراتور على الطلامط الداخل، ما درت لا بيكربونات لا والو، لان اصلا الصالون مازال جديد، ما فيه وسخ ما فيه حتى شي حاجه، كنحاول غير المخاد نعطيهم لا فورم ديالهم، حيت ملي كيتكاو خسرات ليهم شويه لا فورم. الغبره ديال الكوانات ديجا مسحتها، كنحاول دابا غير نمسح الديكورات، نرد كل حاجه بلاصتها. المهم كي قلت لكم الديكورات صراحه مازال ما خديتش شي حاجه حاليا، مع غير اللي عندي ما بغيتش نجي وناخذ نطيح على وجهي غير نشري من اجل انني نشري وصافي، حتى نلقى الحاجه اللي تجيني وتجي مواتيه مع الصالون غادي نديرها. كي قلت لكم دي بانيه باللي عندي ان شاء الله يسر الله وصافي. المهم كنحاول كل شيء نمسح الغبره، الخشب هذا عندي مسبوغ، دونك ما كنديرش ليه لا زيت لا والو، حيت كما كتعرفوا الخشب ما كيبغيش الماء، وهو النيتواياج ديالو الزيت كيخليه هكا زوين، ولكن بالنسبه لملي كيكون مصبوغ بحال هكا من الاحسن البرودوي ديال الزاج منها كتنظفوا به، منها كيخلي هذاك لابريونس، كيبقى العود ديالكم هكا كيعطي ديك لابريونس، حيت ما تغمروش بالزيت مع الصباغه هكا من الفوق. نورمالمون العود ملي كيكون فيرني إيه، ما الصباغه لا، انا هادشي اللي كنستعمل صراحه دائما هاد البرودوي ديال الزاج، وكيحافظ ليا هكا على العود، وكي قلت لكم كيخلي لابريونس. المهم من بعد ما رديت الديكورات فوق الكوانات، طلمت كلهم دست عليهم قديتهم، هاد الشوايه الاخرين حتى هما غادي نحيد لهم حتى هما المخدات ديالهم، حتى هما ونشوسهم ونحيد الغبره ونحيد المهم كل شيء،
وعاد ديك الساعة غادي ندوز عاوتاني نرد كل حاجة بلاصتها من بعد ما سستها ومن بعد ما قديت كل حاجة بلاصتها كيف ما هي. المهم راه يدي في الشغل في الشغل ويدي مع وفمي مع بناتي كي تنقولو هكا مجمع معاهم صافي. المهم كندوز الوقت وما نعاودش ليكم على الميناج والفولار مع في الليل اصلا كنكون هاد الوقيته سده شراج محدي كنحلهم داك الصباح فقط. كتوصل كنحلهم جوي من ديك 8 حتى لديك 10 9 المهم الماكسيموم واحد ساعتين وكنسد صافي. اصلا كيقول لك كتدخل غير طاقه سلبيه والعجاج سورتو العجاج. المهم من بعد ما ساليت من الطلامت وقديت كل حاجه بلاصتها دزت هنايا لي صندري الطبيلات الصغيورين عندي فيهم الزاجة. حاولت هكا نحيد الزاجة كنحيدها غير بالراس ديال المعلقة اللي كيكون بلا اولا ديرو الموس صافي. كنحيد هداك الزاجة من بعد كنمسح داك الداخل الا كان عندي شي فرتيد الخبز اولا شي غبرة هكا وصافي. كنعاود نمسح الزاجة ونردها بلاصتها وكنجي عاوتاني للصوندغي حتى هي الرجل ديالها حتى هي كنمسحها من الغبرة وكنحاول هكا فيما بانت ليا في ديك النقشة. وهذا الا كان نورمال محيط عندي انا الخشب منقوش الا كان مغبر كندير غير لاسبيراتور بلي ما مغبر صافي كندوز غير الطرشون. نفس الشيء درتو لي صوندري الاخرى حيت عندي انا في الصالون هنايا غير جوج ديال لي صوندري حتى هي مسحتها مزيان وحيدت الزاجة. غير البنات واحد القضية اللي نوصيكم هاد الزاجات هادو ماشي فين ما درتو الميناج تحيدوهم. انا راه دي فوا فاش تيبان لي تحت من الزاجة نقي غير الا كان شي فرتيت في الجناب كندير غير داك الراس ديال لاسبيراتور كي اسبيري ليا الوسخ كامل. يعني الا جيتو دائما تحيدو هاد الزاجة غادي تخرجو عليها طيح الله يحفظ ولا غير دير داك القنط ديالها غادي تهرسو بقوة داك ما كتخشيو الموس. وهذا صافي من بعد ما مسحتهم رديتهم بلاصتهم الفوق وغادي نجي نفس الطريقه غادي نديرها للزاجه الكبيره. غير هذه كتكون شويه ريسكي وكتكون شويه ثقيله ضروري ما يعاونكم شي واحد. هنايا ضروري ما ديروا جوج حوايج. انا هنايا استعنت بموس ومعلقه صافي. غير اون فوا طلعت الراس اللي جيتي وجريتها عاد ديك الساعه حبست باش حكمتها باش كتجيني سهله صافي حيدوها. ولكن هانتوما الا رديتو البال انا راه انا كنشقى وكنحاول ديما رجل واحد الرجل كنخليها مكاليه بها جهه المرايه لا تعود تطيح ولا شي حاجه. هنايا كان عندي الفرتيت شويه كتير داكشي علاش درت الراس ديال لاسبيراتور اسبيرات ليا داك الفرتيت اللي كاين صافي. وعاد عاوتاني غادي ناخد البرودوي ديال الزاج وغادي نرشو وغادي نمسح مزيان. وعاد ديك الساعه غادي ندوز باش نمسح الزاجه. وهنايا في الردان ضروري ما ينساش شي واحد يرضى معكم لان غادي تغلبكم كتكون شويه ثقيله وما يمكنش تجيو تحطوها الوسط وتدفعوا غادي تجرحوا الصباغه ديال الطبله وغادي تخسروها صافي. من بعد ما ساليت مسحت الغبره ديال السدر من الداخل وهذا صافي بديت كندوز لاسبيراتور ما درت حتى شي حاجه. ديجا عندي الزربيه حتى هي نقيه واخا اللي دايره لا في الزربيه لا في هذا شويه كيهز الوسخ ولكن ما صراحه ما كنجلسوش ما كناكلوش في هذا الصالون هذا علاش. والمهم من بعد ما ساليت مسحت الغبره مساليت كل شيء بعدا واحد الباب سديتو عليا هنايا غادي نحبس معكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.